اقتحام القوات الأمنية للمدينة القديمة آخر معاقل تنظيم داعش في الساحل الأيمن للموصل، تكون تلك المعركة هي الأخيرة ضد التنظيم المتشدد. المدينة القديمة مكتظة بالسكان وتضم منارة الحدباء وجامع النوري التي أعلن منه أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة، ومثلت للقوات العراقية عقدة المعركة، وذلك بسبب وجود آلاف المدنيين المحاصرين بداخلها فضلا عن ضيق أزقتها وعدم قدرة العجلات العسكرية على دخولها، وهو ما يعني أن القتال فيها سيدور من منزل إلى آخر، وتحييد الطيران العسكري وتخفيف الكثافة النارية. ومع اشتداد المعركة يكون المدنيون هم الحلقة الأضعف في الصراع، حيث حذرت الأمم المتحدة من بقاء نحو 100,000 مدني محاصر هناك في ظروف مروعة مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء وتضاؤل فرص الوصول إلى المستشفيات، مع وجود قناصة التنظيم الذين يطلقون النار على العائلات التي تحاول الفرار سيرا على الأقدام أو عبر القوارب النهرية في دجلة. وبحسب وزارة الداخلية فإن القوات الأمنية اقتحمت المدينة القديمة من محور الكورنيش إلى منطقة قضيب البان عرضا، ومن جسر الخامس إلى جنوب المنطقة القديمة طولا، فيما قال قائد القوات المكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، قال إن المعركة ستكون نهاية المسلسل. وضمن الاستعدادات للمعركة التي انطلقت فإن مفارزا خاصة بالعمليات النفسية الميدانية باشرت منذ أيام بإطلاق نداءات عبر مكبرات الصوت على مسامع عناصر داعش تحثهم على تسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية، وذلك ونص اعتاد.
على الشرطة الاتحادية تدخل إلى منطقة قديمة. Thank you.
يلا حجي 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 يلا حجي